بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد حمادة، اسيستنت بروفيسور فود هايجين، ديبارتمنت اوف فود هايجين اند كنترول، فاكولتي اوف فيترينري ميديسين، يونيفرستي اوف سلاسيتي ايجيبت. اهلا بيكم في محاضره جديده من سلسله محاضرات الميت هايجين. بنكمل في الجادجمنت في سبيسيفيك ديزيزز. ذا مين رول ان ذا جادجمنت اوف ديزيزز، اول ذا ايفيدنس انتي مورتم بوست مورتم ماست بي تيكن ان كونسيدريشن، ذا اسيسمنت جيفن ان ذيس ليكتشرز بينج جنرال جايد اونلي. محاضره النهارده ان شاء الله بعنوان الريبس، وهو احد الفيرال ديزيزز اللي بدانا فيها من كذا محاضره فاتت. الريبس هو عباره عن سيفير فيرال ليثال زونوتيك ديزيز، ودايما بيسبب انسيفالومايلايتس. الريبس كان افكت اول مامالز انكلودنج الهيومن. الريبس كونستيتيوت ا ميجور تشالنج تو بابليك اند انيمال هيلث. الريبز هو عبارة عن infection result in damage to nervous system mainly CNS. الريبز almost always ends in death. الريبز occur worldwide. The species affected زي ما احنا لسه قايلين all mammals species can probably contract rabies but only limited number act as a reservoirs. اللي يعني بنسميها ايه؟ ريزرفوار هوستس. المين ريزرفوارز هوستس المعروفه بالنسبه لنا هم الدوج والجاكلز، اللي هي دايما بيبقوا من الفاميلي كانيدي اللي هي كاناين يعني. الدوجز والجاكلز اللي هو بنقاوه ده يعتبر هم المين ريزرفوارز. بيختلف الريزرفوار حسب المكان، فمثلا في ان يوروب اند نورث امريكا الوايلد لايف ار ذا مين ريزرفوار اللي هم الفوكس والبات. الفوكس والبات. بالنسبة إيشيا، أفريقيا، لاتين أمريكا، المين ريزرفوار هو الوايلد، مش الوايلد لايف، ولكن الستري دوجز أو الستريت دوج هو ده المين إيه؟ المين ريزرفوار. الإيتيولوجي، الريبس كوزد باي فيروسز أوف ذا جينس ليسا فيروس، فاميلي رابدوفيريدي. هذه الجينس اللي هي ليسا فيروسز مالها؟ بتتميز بإن هي هايلي نيوروتروبيك. هايلي نيوروتروبيك، بتحب الاعصاب جدا. طيب جلوبالي الريبس فيروس هو الموست امبورتنت ممبر من هذا الجينس. الدياجنوزس والباثوجينيسيس والكلينيكال ساينس والبريفنشن للريبس فيروس مالها از جنرالي ابليكابل تو اول اذر ليسا ايه ليسا فيروسز از ويل. ترانسميشن اوف ذا ريبس، ريبس از موست كومنلي سبريد امونج انيمالز باي ذا بايت، بالعض اللي هو ايه يعتبر البايتنج هنا دايركت كونتاكت لمين اوف انفكتد انيمال هو السلايفا كونتينز ا فيروس. يبقى اي انفكتد انيمال وخصوصا الحيوان اللي هو عنده السلايفا انفكتد ده لما بيعمل بايتنج هنا بدايه الايه بدايه الترانسميشن او المين روت اوف ايه اوف ترانسميشن. المان انفكتد باي ذا سيم واي ات از يوجوالي ترانسميتد ثرو سلايفا باي بايتنج فروم ريبيد انيمال commonly a dog. يبقى الترانسميشن mainly من خلال السلايفا عن طريق البايتنج للريبيد انيمال وخصوصا الدوج. الفيروس isn't thought to be spread by blood, urine or feces. ما بينتقلش لا بالدم ولا باليورين ولا بالفيسز، هو mainly بالبايتنج mainly بالدايركت كونتاكت mainly من خلال الايه السلايفا. بالنسبه هنا مش كل الامراض بنتكلم على الباثوجينيسيس، ولكن في امراض كده لازم حته باثوجينيسيس تيجي في الموضوع اللي هي الباثوجينيك ميكانيزم. فبنلاقي الفيروس هنا بيعمل ايه في الاول خالص؟ زي ما انت شايف كده في الصوره الكلب بيعض البقر. طيب بعد كده فيروس ريبليكيتس انيشيالي في النون نيرفس تيشو ات ذا سايت اوف انوكيوليشن او ذا سايت اوف ايه اوف بايتنج. بعد كده يبدا الفيروس ترافلز عن طريق البريفرال نيرفس الى السباينال كورد واسند للبرين، يعني بيسيب البريفرال ويروح للايه للسنترال نيرفس سيستم اللي هو السباينال والايه والبرين. بعد كده فروم ذا برين وصل للبرين يبقى ينتشر لكل مكان. الفيروس ترافلز فيا بريفرال نيرفس اجين تو سالفري جلاندس وكمان الاذر ايه الاذر اورجنز. لو الفيروس شيدد انتو ذا سالايفا ده معناه ان هو ات ويل بي ديتكتد ان ذا برين. خلي بالك ان نير ذا اند اوف ذا كلينيكال فيز مع نهايه الكلينيكال فيز بما فيما معناه ان هو افتر ريبليكيشن في السي ان اس، بعد ما يعمل ريبليكيشن في السي ان اس الفيروس may be found in nearly every innervated organ. بالنسبه للانتي مورتم فايندينج تو فورمز، فيوريوس فورم وباراليتيك فورم.
الانكوبيشن بيريود بتاعتنا بتبقى فروم 2 ويكس الى 6 مانثس اور لونجر. تمام. طيب نبدا بالفورم الاولاني اللي هو الفيوريوس فورم. الفيوريوس فورم فيه ايه؟ اول حاجه ريستلسنس، الحمام مش مرتاح زي ما انت شايف في الصور كده. بعد كده ممكن تلاقي بلوينج، الحمام بينعر زي ما انت شايف كده في الصوره، في الصوره اللي فوق بتاعه الكتل. ممكن الاقي ايضا سالايفيشن، ممكن الاقي دروبد لور جو، ممكن الاقي استرابيزماس. استرابيزماس اللي هو الايه، الحول، زي ما انت شايف في صوره الكتل في ايه، في حول موجود في العين. تمام. ايضا في ديبريشن زي ما انت شايف في صوره الجوت او الباك، وعندي حاجه اسمها سومنولينس. سومنولينس اللي هو النعاس، الحمام بيتناوم مش قادر يفتح، مش قادر يصحى. ابنورمال ستاندنج بوزيشن، في ابنورمال ستاندنج بوزيشن دايما، وخصوصا ناحيه الهايند ليجز. من ضمن الاشياء اللي بنشوفها في الانتي مورتم فايندنج ان انا الاقي اكسسيف سالايفيشن، وخصوصا فين؟ في التيرمينال ستيجز من الريبس. ممكن الاقي الحيوان يبقى اجريسيف ومي اتاك اذر انيمالز او مي اتاك هيومن. بلاقي ساعات ممكن الاقي سيكشوال ايه؟ سيكشوال اكسايتمنت. ممكن الاقي ايضا باراليسيز اند ديث، والباراليسيز مين اللي بيبقى في الهايند ايه؟ في الهايند ليمز. فانا زي ما انت شايف في الصوره ايه دي، بلاقي في البوفاين في ايه؟ في هايند ليم، في هايند ليم ايه؟ في هايند ليم باراليسيز. تمام. وفي الحصان هنا في الهورس في هايند ليم ايه؟ هايند ليم برضو باراليسيز. تمام. يعني I try to tell you a short story about this cow. هحكي لك قصة بسيطة خالص عن البقرة دي. دي هي عبارة، أولا هي 4 year old هولشتاين كاتل. تمام. إيه اللي حصل لها؟ أولا هي she buckled or sagged on both hind limbs. يعني دايما لما ظهرت في الأول خالص وجت كانت إيه، نايمة أو مت أو 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 الهايند كوارتر بتاعها مش مظبوط، في ترهل، في تمايل، في عدم، في التواء، ماشي. كل ده فين؟ في الهايند كوارتر. فهي باكلد أند ساجد أور ساجد على الإيه، على البوث هايند ليمز. بعد كده بدأت في خلال ساعتين وزن 2 أورز ريكامبنت، بقت ريكامبنت، وبعد كده وودنت إيه، وودنت إيت، وبعد كده بيجين بلوينج، ما بقتش بايزن، نامت على جنبها مش عايزة تاكل، وفي عندي إيه بتنعر وصوتها عالي. لما خدوا من السريبرال، من السريبرو سباينال فلويد، خدوا عينه لقوا فيها ايه، ليمفوسيتيك بيليو ايه، بيليو سايتوزس. وهنعرف كمان شويه في البي ام ايه هو الليمفوسيتيك بيليو ايه، بيليو سايتوزس. وفي النهايه لما عملوا تيستنج للريبز لقوا ان هي فعلا بوزيتيف للايه، للريبز. الفورم الثاني غير الفيوريوس، في عند اللي هو الباراليتيك ايه، الباراليتيك فورم. تلاقي ايه في الباراليتيك فورم؟ تلاقي ساجنج اند سويينج اوف هايند كوارتر، زي الحاله اللي احنا اللي لسه قايلين عليها دلوقتي. بلاقي المنطقه الخلفيه فيها ترهل وتمايل، ساجنج اند سويينج. وبعد كده ممكن الاقي درولينج اند سالايفيشن، بيريل الحيوان وفي سالايفيشن زي ما انت شايف كده، اكسسيف سالايفيشن مع لاترال ريكامبنس في كامل. التيل ممكن ان هو ايه، ممكن ان هو هيلد تو وان ايه، هيلد تو وان سايد، هيلد تو وان ايه، تو وان سايد. ممكن برضه الاقي الانيمال فول تو ذا جراوند، بيقع على الارض. ممكن في حالات باراليسيس، حالات ايه، باراليسيس. ممكن الاقي تينيسماس اللي هو ايه، يعني دايما الحان عايز يدخل يعمل حمام، عايز يعمل ايفاكويشن الانتستين، ده اسمه ولا ايه، تينيسماس، او باراليسيس اوف ذا ايه، او باراليسيس اوف ذا انس. ممكن الاقي عندي حالات من حالات الايه، الهيدروفيليا، الحب للمي. تلاقي ان الحيوان سيك انيمال وير اوفن فاوند نير الووترنج بوينتس، دايما يقعد جنب المي، لكنه عيني مش عايز يشرب ومش قادر يشرب. ازاي؟ الانيمال ويل وود ريبيتدلي ريبيتدلي انسكسسفولي انسكسسفولي اتمبت محاولات غير ناجحه تو درينك ووتر باي ايه، باي سبميرجنج ذير مازل ان ذا ايه، ان ذا ووتر. بتحط المازل بتاعها في الميه ولكن مش قادره تشرب. ليه؟ نتيجه بدايه ايه، بدايه الفارنجيال باراليسيس، بدايه الفارنجيال ايه، باراليسيس. ايضا بلاقي الديث، ممكن الاقي حالات الحيوان يموت بعد ايه، افتر 48 اورز اوف ديكيوبيتاس اللي هو الاستلقاء على الايه، على الارض. بعد 48 ساعه من الاستلقاء خلاص رقد على الارض، خلاص بعدها ب 48 ساعه بايه، بيموت. في البي ام فايندنج يعني عاده ما بتبقاش مميزه او مميزه للمرض، ولكن ممكن الاقي بوسيبل انفلاميشن في الجاسترو انتستاينال ايه، في الجاسترو انتستاينال ميوكوز، بوسيبل ها
انفلاميشن في الجاسترونتستينال ميوكوزا. ممكن هنا الحاله دي طبعا صوره لقيتها في بحث جميله جدا، فيها ايه، فيها بايتنج، فيها بليدنج بايتس، يعني فيها العضه واضحه وايه وظاهره. العضه اللي واضحه دي وظاهره جايه نتيجه ايه؟ العضه دي جت نتيجه ايه؟ جت نتيجه فامباير ايه، فامباير باتس، فامباير ايه، فامباير باتس، ماشي. وهذه الحاله ماتت بالايه، بالبي بي ار، اللي هو البوفاين باراليتيك ايه، البوفاين باراليتيك ريبس، البوفاين باراليتيك ايه ريبس. ممكن الاقي ايه هنا، ايه حالات البايتنج نتيجه الايه، الفامباير باتس. طيب احنا لسه اتكلمنا على البقر دي من شويه، وقلنا الستوري بتاعتها ان كان فيها حاجه اسمها ليمفوسيتيك بيليوسيتوزيس. ايه الليمفوسيتيك بيليوسيتوزيس دي؟ اولا السهم الازرق ده، البلو ارز دي، بتتكلم بتوريني النورمال ماتيور ليمفوسايتس، النورمال ماتيور ليمفوسايتس. امال ايه ايه الليمفوسيتيك بيليوسيتوزيس ده بقى؟ ده مش النورمال، مش الاسهم الزرقاء، ده الاسهم الحمراء. طب ايه اللي حصل؟ النمبر بتاع الليمفوسايت بيزيد في البيليوسيتوزيس، بيزيد النمبر، وفي نفس الوقت بيحصل ايه؟ بيحصل رياكتيف فورمز موجوده في داخل الليمفوسايتس نفسها اللي بتشير اليها الريد اروز، ماشي، از اسوشيتد فايرال ايه، فايرال مينينجايتس. يبقى انا في عندي زياده في النمبر، انكريس في النمبر، مع رياكتيف ايه، مع رياكتيف رياكشن في السيلز نفسها بتاع الليمفوسايتس دي، بنسميه ايه، بنسميه ليمفو، ها، ليمفوسيتيك بيليوسيتوزيس. طيب في البي ام ايضا، احنا الصوره دي لسه شايفينها من شويه، وكانت بتتكلم على الباراليسيس في الهايند ليمب سواء كان في الكاتل او في الهورس. اما في البي ام بشوف ايه بقى؟ بشوف في السي مثلا، الاقي ايه؟ الاقي الجري ماتر زي ما انت شايف كده فيها ايه؟ فيها هيموريدج. يبقى انا في عندي هيموريدج فين؟ في الجري ماتر. والجري ماتر دايما في السنترال نيرفس سيستم هي اللي موجوده في الوسط وحواليها الوايت ماتر، تمام؟ فانا عندي هيموريدج فين؟ في الجري ماتر اللي هي كل دي اللي في السنتر ده كله، تمام؟ مع في نفس الوقت في عندي ايه، في عندي سيرفايكال انلارجمنت، في سيرفايكال ايه، سيرفايكال انلارجمنت، في سيرفايكال ايه، انلارجمنت. اما الصوره الثانيه اللي هي دي اللي هي في الهورس، كان فيه في السباينال كورد برضو، بلاقي ايه، بلاقي السيرفايكال انلارجمنت موجود، سيرفايكال انلارجمنت موجود، وفي نفس الوقت في عندي هيموريدج موجود في الجري ماتر، وموجود ايضا في الايه، ممتد الى الايه، الى الوايت ايه، الوايت ماتر، تمام. طيب انا طبعا عندي هنا مهم جدا ان انا اخد سامبلز اند سند ات تو ذا لاب فور كونفيرميشن اوف ذات از ريبز اور نوت. انا لازم اخد عينات من السنترال نيرفس سيستم وابعتها للايه، للمعمل. من اهم الاشياء ان الريبز دايجنوزيس فيروس شود انكلود ايه بقى؟ شود انكلود البرين ستيم، تشمل البرين ستيم اللي هو بيشمل ايه البرين ستيم؟ بيشمل المظله والبونز والايه؟ والميد برين، ماشي. يبقى انا عندي الميد برين مع المظله والبونز، مع المظله والايه؟ والبونز، ماشي، اللي هم بيمثلوا الهايند برين، كل دول لازم يكونوا ممثلين، بس لا، لازم يكون معاهم حته من الايه؟ من السيريبيلم، حته من ايه؟ من السيريبيلم. السيريبيلم يشمل التو او يشمل ثرو اتش هيمسفير والايه؟ والفيرمس. يبقى يشمل ايه؟ يشمل الفيرمس والايه؟ الفيرمس والايه؟ الهيمسفيرز بتاعت السيريبيلم. طيب عشان ناخد الحاجات دي مع بعضها كده في عينه، عشان ناخد الحاجات دي مع بعضها في عينه، لابد ان احنا نعمل ايه، نرسم خط بهذا الشكل ونقطع بهذا الايه، على هذا الخط يديني العينه اللي حضرتك شايفها قدامك دي، بتمثل اللي احنا شفناه كله، بتمثل البرين ستيم، وتمثل الايه، السيريبرم، السيريبيلم اللي هو بيحتوي اهو، يبقى بتمثل السيريبيلم اللي هو الجزء ده محتويا على الجري ماتر والايه، والفوليا اللي هي الوايت ماتر، ومعاها كمان البرين ستيم، يعني معاها الميد برين، الميد برين اريا باحتوائها على الجري ماتر والوايت ماتر، ومعاها كمان الايه، طبعا دي اجزاء من السيربيلا، مع السيريبرال كونكشن في الايه، للبونز والمضل، ماشي، مع السيريبرال ادي السيريبرال، جزء من السيريبرال متصل بالبونز والايه، بالبونز والمضل. كل دول بعملهم ازاي؟ بعملهم بالايه، بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي هو الخط الابيض اللي انا رسمه ده، اقطع فيه يديني العينات دي كلها، اقوم باعتها للمعمل وابدا اشتغل ايه عليه. بشوف ايه في المعمل بقى؟ من الحاجات المهمه جدا ان من ضمن انواع الخلايا الموجوده في الاماكن في السي ان اس، يعني حاجه اسمها بوركينجي نيورونز او بوركينجي سيلز، موجوده في السيريبرال ايه؟ موجوده في السيريبرال كورتكس، موجوده في السيريبرال ايه؟ كورتكس. بيمثلها في اللايت مايكروسكوب المصبوغه بالاتش ان دي، الصف الكبير ده، الخلايا الكبيره دي، وبيمثلها في الفلورسنت مايكروسكوب الصف الاخضر ده، هو
ده بيمثل مين؟ يمثل الايه؟ البوركنجي نيورونز. طب ايه حكايتها البوركنجي نيورونز دي؟ لما عملوا باللايت مايكروسكوب الالكترونيك مايكروسكوب للبرين تيشو، لقوا ايه؟ لقوا في الاول في موجود في داخل هذه الخلايا اللي هي البوركنجي سيلز موجود حاجه اسمها النجري ايه؟ النجري بوتي. النجري بوتس ده اهو زي بيشير اليه للسهم الاسود ده، هذا النجري بودي مهم جدا في الدايجنوزس بتاع بتاع الايه؟ بتاع الريبز اللي بيبقى موجود في السيتوبلازم بتاع البوركنجي سيل. لما عملوا بالالكترون مايكروسكوب، صوروا بالالكترون مايكروسكوب، لقوا ايه؟ لقوا ان الريبز فيريون، الريبز فيريون عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بوليت شيب اللي مبينه السهم اللي هو الفيلد ارو ده، بوليت ايه؟ بوليت شيب. لما خدوا فيه كروس عرضي اللي هو كروس سيكشن عرضي، لقوا ان هو عباره عن ايه؟ وجدوه سيركولار، واللي بيمثله مين؟ الفيريون نفسه بتاع الفيروس، يمثله السهم اللي هو الايه؟ الاوبن ارو ده، هو بيبقى ايه؟ بيبقى سيركولار بهذا الايه؟ بهذا الشكل ده، اللي هو الايه؟ الريبز فيريون مع النجري بودي. تمام. طيب الجادجمنت بتاعنا على الريبز بيبقى ازاي؟ في الانديميك ارياز، المناطق المستوطن فيها المرض، الكاركاسز مي بي ابروفد. امتى؟ لما يكون الحيوان بايتم معضود، تم عض الحيوان. امتى تم عض الحيوان؟ 8 ايام قبل الذبح، يعني الحيوان اتعض قبل 8 ايام من الذبح، او يكون اتعض خلال 48 ساعه من الايه؟ من الذبح. في الحالتين دول اعمل ايه؟ ابروفد الكركس. ايه ابروفد؟ لكن ابروفد وخلاص كده لا، الاماكن اللي هي البايت اريا والسراوندنج تيشو اللي حواليها بعمل له كونتامينيشن. البايت اريا والسراوندنج تيشو بعمل له ايه؟ كونتامينيشن. وخلي بالي ان اثناء عمليه الذبح والتعامل مع حالات زي كده، بريفنتيف ميجر شود بي تيكن تو بريفنت الاوكيوبيشنال ايه؟ الاوكيوبيشنال هازارد. طيب نكمل الجادجمنت. بعد كده في عندي ايه؟ في عندي هنا معلومه مهمه جدا، ان الكونسامشن اوف ميت فروم ان انيمال ويز ريبز از سترونجلي ايه؟ ديسكارجد. يعني ايه؟ يعني لا يحبذ ان انت تاكل لحمه ريبز، مع اني بالرغم من اني نو هيومن انفكشن has been ايه؟ has been linked to meat consumption from ايه؟ from ribbon. يعني ما فيش حالات كتير معروفه او مسجله على ان الايه؟ ان حصل اصابه نتيجه اكل لحوم الريبز، اكل لحوم الريبد ايه؟ الريبد ان الريبد ايه؟ الريبد. ولكن في نفس الوقت لا يشجع ابدا الكونسمشن اوف ايه؟ consumption of meat is not ايه؟ is strongly discouraged. تمام. طيب هنا البوتشرنج، عمليه الذبح بقى نفسها والتعامل مع الكركس may result in، ممكن تؤدي الى ايه؟ الى كونتاكت مع الايه؟ مع الانفكتيف ماتيريال او الانفكشوس ماتيريال، اللي هم مينلي البرين تيشو او السباينال كور تيشو والايه؟ والسلايفا، اللي هي ممكن ايه؟ ودول ممكن يعملوا ايه؟ ترانسميشن للايه؟ للريبز، وخصوصا لو في ايه؟ لو في اوبن سكين، لو في عندي اوبن سكين او ميوكس ايه؟ او ميوكس ممبري. طيب في الديفرنشال دايجنوزز بعمل ديفرنشال دايجنوز مع ايه؟ مع الاندايجيشن، حالات الاندايجيشن. ممكن اعمل، لان خلي بالك ان اعراض الريبز لو ما شفتهاش والحيوان صاحي ما بتعرفش حاجه، ما بتقدرش تعرف بقى. فحالات الاندايجيشن ايضا تخش في الايه؟ في الدايجنوز. الميلك فيفر او الاسيتونيميا لما يكون ايه؟ فيرست سين. حالات اللي هي الايرلي ستيجز منها يعني. الفورين بودي في الماوس ممكن تخش برضه في الديفرنشال دايجنوز. ايرلي انفكشوال ديزيزز، حالات البويزننج، حالات الايه؟ البويزننج. اما هنا بقى بنلم الدنيا كلها في بعض النقاط كده في جزء الدسكشن ده. هو بيقول لك اول حاجه في الديزيز ده انيمال، الفيروس موجود فين؟ فاوند فين؟ في السلايفا والسليفري جلاند والنيرفس تيشو. طيب اكستريم كوشن، لازم نخلي بالنا كويس جدا، شود بي انستيتيوتد في الاباتوار تو بريفنت الاوكيوبيشنال هازارد. يبقى باخد بالي التعامل يبقى بحذر شديد جدا حتى لا تنتقل العدوى عن طريق الكونتاكت مع الايه؟ مع الحيوان اللي بيتذبح. طيب الاباتوار بيرسونال، الاباتوار بيرسونال كان كونتراكت ديزيز من خلال الكونتاكت، سيرفيس كونتاكت مع الايه؟ مع الانفكتد تيشو. يبقى عشان كده لازم الايه؟ لازم البريفنتيف ميجر تبقى عاليه جدا. طيب الانفكشن داز نوت اوكير باي كونسامشن اوف ميت فروم ريبد انيمال، وده عرفناها قبل كده. نكمل في الدسكشن. بيقول لك ان السلوتر مي بي بروهيبيتد، ممكن امنع الذبح خالص للحيوان لو كان الحيوان في خلال الكارانتين بيريود. يعني ايه في خلال الكارانتين بيريود؟ يعني في خلال 8 شهور من الاكسبوجر للايه؟ للديزيز. يعني الحيوان اتصاب
من حوالي 8 شهور. في ممكن الفتره دي بيسموها كارانتين بيريود، المفروض ان احنا ايه ممكن ان انا اخد قرار فيه ان ايه الحقن ايه لا يسبح في هذه الايه الفتره تماما اللي هم خلال الايه 8 شهور دول. طيب الانيمال سسبكتد اوف هافينج ريبز، الحيوان اللي انا شاكك ان فيه ريبز بديله ايه؟ بديله علامه هيل تاج، لابد ان هو بليزد ايه؟ بليزد اندر هيل تاج. هيل تاج يعني ايه؟ يعني بديله علامه بقول إيه الحيوان ده يا جماعه عنده ريبز، فبديله علامه حمراء بقى خضراء زي ما نتفق عليه. خلي بالك ان الحيوان اللي هو عنده ريبز لابد ان يتكتب عليه كده ذا انيمال از نوت تو بي هاندلد. طب لو عايز تعمل له هاندلنج يبقى تستخدم الايه؟ الجلافز الطويله اللي احنا زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ طيب البيرسون ان تاتش وذ انيمال شود ثرلي ووش هيز او هير هاندز وذ سترونج سوب اند اور ديس انفكتد. يبقى لو في حد اتعامل مع حيوان وشاكك ان هو في عنده ريبز او عنده ريبز، في الحاله دي لازم يغسل ايديه كويس جدا بصابون قوي، وفي نفس الوقت ايه مع ديس انفكتنت او بدون ديس انفكتنت او مع او بالديس انفكتنت لوحده. برضو اف بوسيبل لو في امكانيه ان انت تنظف الجرح ومن وتعمل فلاشنج للفيروس من خلال الجرح، ممكن يعني حيوان مصاب وفي جرح ممكن تعمل ايه من خلال وانت لابس طبعا الجلافز، بتعمل ايه؟ بتعمل اوبننج للووند وتعمل انكرجنج، بتعمل بليدنج في الووند نفسه عشان تعمل فلاش اوت للفيروس، واكسبوز الديبر ايه الديبر، وبعد ما تعمل اكسبوزنج للديبر اريا اوف ذا ووند ببدا استخدم ايه بقى تنكشر اوف ايودين، استخدم تنكشر ايه تنكشر اوف ايودين اب تو 0.001% اكوا سوليوشن من ايودين او ايثانول 43.7% should be further applied للايه للجرح عشان اطهره من الفيروس. طبعا لو حيوان لسه معضود او كده مش بقاله بقى شهور معضود، يعني كان حيوان لسه معضود ممكن ابدا اتعامل مع الجرح بهذا الايه بهذا الشكل. طيب الزونوتيك بوتنشال بالنسبه للريبز all variants of rabies virus are thought to be zoonotic. كل انواع الريبز بتعمل ايه؟ بتعمل زونوزس، يعني بتصيب الهيومن، بتصيب الايه؟ الهيومن. الهيومن ايضا ممكن ان هو probably susceptible to other rabies related lisa virus as well. يبقى اذا ممكن يتصاب باي نوع من انواع الريبز واي فاريانت من الريبز، وفي نفس الوقت ممكن يتصاب باي سيرو تايب او اي فاريانت من الليسا ايه؟ الليسا فيروس جينس. وبكده يبقى خلصنا الريبز. اعتقد ان هي محاضره شيقه ومحاضره فيها معلومات مهمه جدا محتاج تتسمع مره واثنين، والريبز من الامراض الخطيره جدا والمهمه جدا بالنسبه للميت هايجين. نخلي بالنا من هذه المحاضره ونقراها مره واثنين وثلاثه. شكرا لحضراتكم ونلتقي ان شاء الله في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.